تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي الشحمي تمكنوا من وضع حد لورشة سرية تعمل بطريقة غير قانونية لتكرير وإعادة الزيوت المستعملة الخاصة بالمحركات الكائنة بمنطقة النشاطات ببلدية سيدي الشحمي، صاحبها في العقد الخامس من جنسية سورية، بحيث تم العثور على آلات مستعملة في تصفية الزيوت، كذلك تم العثور على سهاريج من الحجم الكبير مملوءة بالزيوت المستعملة المحروقة، بقايا الزيوت المستعملة للآلات والمركبات 16400 لتر، 2800 لتر زيوت مصفف، براميل حديدية سعة 200 لتر، بحيث رفعت ضد صاحب الورشة الجنح التالية: جنحة ممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في السجل التجاري، جنحة استغلال منشأة مصنفة دون الحصول على ترخيص من السلطات المؤهلة، ممارسة نشاط تجاري دون الحصول على الاعتماد، وكذلك جنحة استغلال منشأة لمعالجة النفايات، إيداع النفايات في أماكن غير مخصص لها، عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك فيما يخص الوسم.